التسديد. الله على امجد، الله على امجد وعلي علوان، محاوله خطيره خطيره، جول جول. هدف اول لنادي الشمال، هدف اول لنادي الشمال. نعم، اهدار الفرص كان في الشوط الاول يا هشام يا زاهد، لكن تاكيد الكلام ياتي عن طريق جايسون سكوبر. اضاع ركله الجزاء لكن يعود ويسجل. شوف اللعبه، شوف المحاوله، شوف اللمسه، شوف اللعبه. علي علوان، امجد عطوان هو الاول، هو الاول اللي قاتل على كورته، اللي لعب على كورته، بعد ذلك علي علوان بلمسه، كلاودامين في تصدي، وجايسون سكوبر بالقدم اليمنى يسجل الهدف الأول لنادي الشمال وخامس أهدافه في بطولة الدوري، خامس أهدافه في بطولة الدوري. عن أحداث هذه المواجهة تنقل للأمام، سكوبر، سكوبر الثاني جول، الثاني جول، جول لنادي الشمال، هدف ثاني لنادي الشمال. الشمال يصل، نعم يصل الهدف الثاني عن طريق جايسون سكوبر. سكوبر يعلن التقدم مرة أخرى، سكوبر اللي يضع فرصة الوصول لهدف الثاني، لكن هو الآن يضعها ويسجل سادس أهدافه في بطولة الدوري. يا سلام على علي علوان، ويا سلام على جايسون سكوبر اللي وضع الكرة بدقة في اللعبة الماضية، اللي وضع الكرة بجمال، واللي وضع الكرة بهدوم، واللي صعب